مشاهدينا معنا في الاستوديو فرقة أوتلو، طبعا نرحب فيكم. وفي البداية طبعا حابين نشكرك ونقول لك ثانك يو سو ماتش مي على الأغنية الحلوة. يعطيك العافية. طبعا ننتقل لك محمد شوي، نبي نعرف أكثر يعني عن بداياتك كدي جي وشلون وصلت إلى بروديوسر ويعني مراحل تطور هاي كلها. بديت أنا كدي جي سنة 97. أي نعم. كنت أسوي حفلات بين الأهل في العائلة ويا الربع كذي. شوي شوي بديت أسوي حفلات ويا على مستوى أكبر يعني. أي نعم. ولما بديت ألحن شوي شوي ألحن بروحي في البيت. شوي شوي كذي تعرفت على ناس اللي تغني، الشباب اللي تغني هاللون. سويت الاستوديو عندي في البيت. وبس بدينا البرودكشن عندي يعني. تميت أخذت كورسز شوي في البيانو شوي. وبدينا يعني. طيب سنة يعني 2000 تقريبا. 2000 يعني انت برايك هل يعني حصلت اقبال على هاي نوع من الاغاني اللي تغنونها انتم؟ والله كبدايه اول ما بدينا كان شيء جديد في البحرين. اي نعم. فشوي لو انا متردده معانا وما كان هالقد يعني السبورت، بس حاليا شيء مو طبيعي. يعني شيء مو طبيعي. طيب شلون عن البومك الاخير؟ والله البومي حاليا في السوق قاعد يبيع. وقعت مع شركه عشان ننزل الالبوم، موجود ديجيتال على الانترنت وموجود في السوق، يقدر يحصلون اسمه هيستوري ان ذا ميكينج. نعم. الالبوم عباره عن فنانين عرب ريجنال ارتست من البحرين من الكويت من كل مكان، مع الارتست من برا، من يعني ويست ميتس ايست. يعني حصل اقبال كبير هاي الالبوم. اقبال كان وايد. طيب انت اليوم مع فرقتك الجميله مي وحمد، يعني شلون اكتشفت مواهبهم؟ اول شيء كانت مي. نعم. 5 سنوات قبل كذي كانت عمرها صغيره يعني، وطرشت لي الصوت وهي مسجله بروحها في البيت تغني بالانجليزي. بالانجليزي طبعا. فسمعته وقلت ترى يعني يبي لها شوي تركيز، عندها باشن يعني في. واو. شو عن حمد؟ حمد ايدد ممبر في الفرقه من سنه كذي. حمد كان يسجل بروحه من قبل. اي نعم. وكنت انا تعرفين حاط عليه العيون يعني، لما بدا شوي يطور في روحه وهاللون فسوينا له ساين وياه. اي نعم.